مباراة قوية طبعا، مباراة يمكن على عكس المواساة اللي كان في شكل الدوري النهارده في دوري الدوري، لكن هتبقى مباراة الاهلي والزمالك مباراة الاهلي والزمالك بشكلها واهميتها. شايف حضرتك تفوق الاندية المصرية على التونسية خاصة ان اخر مواجهة من الاهلي والنجم كان ستة اهداف. كل ده كلام كويس، بس خلينا نتكلم في ارض الواقع النهارده. انا بتكلم النهارده يعني عايزين نشتغل، عندنا تفاصيل كويس عايزين نجمعها، عندنا معلومات عايزين نعملها بتاع الجهاز الفني. ما فيش مبرر ولا في اي سبب في النهايه.